التلفزيون العماني يقدم مع النجوم ليلى طاهر، يوسف شعبان، شيرين، سامح السريت، سلوى محمود، حسن حسن، سميرة عبد العزيز، توفيق الدين، إبراهيم الحربي، جمعة بن سالم الخصيبي، محمود الحديني، أمين الهنيدي، صالح بن زعل الفارسي، محمد الدفراوي، أحمد خليل. يا هلا بيهم. تقديم الفنانة شيرين، تقديم الفنان حسن حسني، تقديم الفنان إبراهيم حربي، تقديم الفنان سامح السريتي. المخرج عبد الحميد أحمد.